وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات. مساء الخير وبعد التحية سيد سعد، ألا ترى بأن عقد القمة العربية الإسلامية الأمريكية على أرض المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين وقلب العالم الإسلامي النابض يؤكد عظم مسؤوليتها ويبرهن على أهمية ريادتها؟ لا شك أن اجتماع 55 دولة إسلامية وحضور الرئيس الأمريكي لهذه القمة لإلقاء كلمته، هناك أكثر من معنى لهذه الأحداث التاريخية التي نادرا ما نرى مثلها، وأصلا لم يسبق لمثل هذه القمة أن حدثت في المملكة أو في غير المملكة. نعم. لذلك أعتقد أن المملكة العربية السعودية بشهادة الرؤساء والزعماء الذين شاركوا في هذه القمة، وأيضا بشهادة الرئيس الأمريكي عندما قال أن المملكة العربية السعودية أهنئها بقدرتها التنظيمية الرائعة لاستقبال هذه الدول، رؤساء هذه الدول وتنظيم هذا المؤتمر الضخم. لذلك المملكة تنطلق من مسؤوليتها التاريخية. نعم. كعربية وإسلامية في مسألة أيضا الحفظ على أو الحرص على مصالح الدول الإسلامية كافة. يعني زيارة الرئيس الأمريكي للرياض هي بمثابة التقاء بجميع زعماء الدول الإسلامية في بلادهم، فهذا يحسب للمملكة العربية السعودية وللملك سلمان وإدارة الدولة. نعم سيد عمر، تعريجا لما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ما هي قراءتك لهذا الخطاب؟ الخطاب كان شفاف وتطرق لقضايا عدة، لا أستطيع بهذه المكالمة أن أتحدث عن مجمل الخطاب، ولكن لا ما في شك أن الرجل استوعب مشاكل المنطقة. نعم. وأقر بأن هناك دول تزعزع الأمن وترعى المنظمات الإرهابية وحددها بالاسم، وكذلك يعني إدارة الرئيس ترامب عازمة على المضي في نقل التكنولوجيا وتوطين الشركات السعودية، والعكس مع الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة، وأن هناك شراكة استراتيجية وشراكة تجارية بغض النظر عن أي نظام للدولة أو دون تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما. كانت الدول تتدخل مثلا بمسألة حقوق الإنسان أو أعذار واهية أخرى. لذلك الرئيس الأمريكي كان واضحا باحترام الدول وسياساتها الداخلية ونظامها، ولكن هناك تطلع من الرئيس الأمريكي لمسألة التعاون الاستراتيجي، التعاون الاقتصادي، التعاون الأمني في سبيل إسعاد الشعوب سواء الإسلامية أو حتى الشعب الأمريكي بالدرجة الأولى كرئيس للولايات المتحدة. نعم، من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات، شكرا جزيلا لك.